مجرد وجود هذه اللجنة هو أمر غاية في الأهمية، لأنه يأتي في إطار عملية الدعم للموضوع الفلسطيني، وفي مقدمته قضية القدس. وقضية القدس كما تعلم هي محور صراع وصدام كبير جدا بين الفلسطينيين وبين الإسرائيليين، وقيادة العاهل المغربي لهذه اللجنة التي منذ تأسيسها لغاية هذا اليوم يعطيها ثقل في الحقيقة ويبقيها متماسكة، خاصة وأن المغرب بعيد عن التجاذبات العربية وعن أي صراعات تجري في العالم العربي، فهذا يبقيه في موقف متوازن وداعم وقوي لمثل هذه القضية، التي أتمنى أن يتم أيضا بذل المزيد من الجهود من أطراف عربية أخرى من أجل تخليصها، لأنها الآن مهددة وفي حالة خطر شديد بسبب تصعيد الاحتلال الإسرائيلي لسياساته بما يتعلق في القدس المحتلة أولا، وفي مسألة الحرم القدسي الشريف أيضا، لأن الموضوع يبدو حتى في الأشهر الأخيرة وكأنه على مفترق طرق خطير للغاية.